الحضور الكرام، أسعدكم صباحا. تحتفي مؤسسة المندلة للثقافة والفنون هذا اليوم بشخصية كبيرة، هو الأستاذ الكبير والمبهرس القدير غورغيس عوار، الذي نال شهرة واسعة في عالم البحث والتنقيب والفهرسة، حتى عد ابن نجيم العهد الحديث. والأستاذ غورغيس عوار على الرغم مما حصل في بلدنا، ولكنه بقي ملء العين والسمع. والأستاذ غورغيس عوار المولود في الموصل، والذي اشتهر أمره في بغداد بعد انتقالاته في منتصف الثلاثينات، واشتغاله في دائرة الآثار القديمة مديراً لمكتبتها، ثم دخول المجمع العراقي والمجامع الأخرى، وكان دخوله من أوسع الأبواب. إن الحديث عن الأستاذ غورغيس عوار حديث طويل، ولا يدرك حقيقة هذا البحث الكبير إلا من اطلع على آثاره التي لا يستغنى عنها أبداً. فلا أعرف كاتباً أو باحثاً عراقياً لم يستعن بمؤلفات الأستاذ غورغيس عوار عند الحديث عن الشخصيات العراقية وآثارها الكتابية. تعرفت على الأستاذ غورغيس عوار في منتصف الثمانينات عندما نشر بحثه في مجلة المجمع العلمي العراقي بعنوان أدب المذكرات العراق، وقد استدركت عليه بمقالة قصيرة، وبعد أيام أرسل لي رسالة أحتفظ بها إلى يومنا هذا في أرق مكان من محفوظاتي. كانت رسالة مملوءة بالعاطفة الرقيقة والتشجيع والحماسة البحثية إلى صح التعبير. والأستاذ غورغيس عوار بعد كل هذا حري بإحياء ذكراه وإحياء آثاره، ولعل مؤسسة المدى أخذت على عاتقها في الآونة الأخيرة نشر بعض من آثاره، وما ذلك ببعيد إن شاء الله. المتحدث الأول في هذه الجلسة الاستفتارية هو الأستاذ الباحث الفاضل عبد الحميد الرشودي، فليتفضل. العلامة غورغيس عوار في لقاء التاسعة عشرة، حضرات السيدات والسادة الأفاضل، أحييكم وأبارك فيكم هذا الشعور النبيل، وأنتم تجتمعون في هذا الصباح البهيج في هذه الندوة المباركة
لتحيوا الذكرى التاسعة عشرة لرحيل العلامة المحقق الفن المرحوم جورجيس حواد صاحب المؤلفات المفيدة والتحقيقات الدقيقة. ولكم الشكر ولدار المدى الإرفان الجميل لأنها استنت هذه السنة المحمودة في إحياء ذكرى العلماء والأدباء والشعراء. ولد صاحب الذكرى في الموصل سنة 1908، أي في السنة التي حدث فيها الانقلاب الدستوري العثماني، وكان والده حلم جدي أي جرجيس الموصلي من عائلة تحترف النجار، إلا أنه مال إلى صناعة الأدوات الموسيقية الوترية. ولما كان أول من صنع العود وأدخله مدينة الموصل لقب بحن العواد، شب فتانا في أم الربيعين وتعلم في مدارسها النظامية، ثم انتمى إلى دار المعلمين الابتدائية وقد تخرج فيها سنة 1926، وقد مارس التعليم 10 سنوات، وقد استطاع في هذه الحقبة أن يزكف نفسه تثقيفا ذاتيا مكنه من الكتابة في الصحف، حيث نشر أول مقال له سنة 1931، ثم رفع كتابا بعنوان أثر قديم في العراق دير الربان إرنست بجوار الموصل، والذي طبع في الموصل سنة 1934. لقد استطاع بما كان يكتبه من مقالات وتحليقات أن يلفت إليه أنظار المسؤولين عن المتحف العراقي، فرشحوه أمينا لمكتبة المتحف، فانصرف بكل همة ونشاط إلى تنمية المكتبة وتزويدها، بكل ما هو نافع ومفيد من المطبوعات العراقية والعربية والأوروبية التي كانت تصدرها دوائر الاستشفاء. لقد كانت محتويات المكتبة عند توليه أمانتها لا تتجاوز 8000 إلا قليلا، وحين غادرها عندما طلب إحالته على التقاعد سنة 1963، فقد أرمت كتبها على 60,000 مجلد. وبعد طلب إحالته إلى التقاعد تولى أمانة مكتبة الجامعة القنصرية وبدأ بالكتاب رقم 1، وبعد أن سلف في خدمتها 9 سنوات اعتزلها وقد أربى عدد كتبها على 90,000 كتاب. وفي سنة 1950 شد الرحال إلى أمريكا، فانتسب إلى جامعة شيكاغو لدراسة فن تنظيم المكتبات وطهرستها. لقد كان جورجيس حواد علما بارزا من أعلام الثقافة وركنا ركينا من أركان التحقيق والتنقيب، ولا غرو في ذلك، فقد حباه الله جملة صفات
الواحدة منها تكفي أن ترفع صاحبها إلى مقامات العليا. وقد اجتمعت جملة من هذه الصفات فيها، منها العلم الغدير والصبر على البحث والدرس والخلق الرضيع والتوجه نحو الخير، وهو طالما قصده طلاب العلم وطلاب الدراسات العليا يأخذ بأيديهم ويسدد خطاهم ويرشدهم إلى المصالح التي تعينهم على كتابة رسائلهم وبحوثهم. وقد كنت أنا واحدا من هؤلاء. أذكر أني قصدت مكتبة المتحف في أوائل سنة 1960، وقد عقدت العزم على وضع كتاب عن الشاعر الفيلسوف جميل صدق الزهاوي، وكنت أنظر المراجع الكتب، فلفت ذلك نظره وجاء إلي وقال لي: لم تشتغل؟ قلت: أعمل في وضع كتاب عن الزهاوي. قال: لك عندي هدية في هذا الموضوع. قلت له: وما هي؟ قال: ترجمة حياة الزهاوي بقلمه، فأنا أتيك بها غدا إذا جئت. فلما وافى الغد إذا به يقدمها لي بكل سخاء وكل لطف، وأخذتها. وما كان مني إلا أن خرجت إلى أقرب مكتب للاستنساخ وصورتها، وعدت خلال ساعة، فتعجب من ذلك. قال: إني وهبتها لك، فلما كلفت؟ قلت: لا، أنك قمت بفضل، وأرجو أن تعيدها إلى مكانها عسى الأيام أن تحيل إليك من يطلبها وينتفع بها. ومنذ ذلك الوقت قامت بيننا مودة وعلاقة. وعندما أصدر كتابه المرجع المحجم المؤلفين العراقيين، أهدى الجزء الأول إلى الأستاذ عباس العزاوي المؤرخ العراقي المعروف، وكنت يومئذ متصلا بعباس العزاوي، وقد كلفني بل شرفني بمراجعة المطبوعات التي يطبعها، فقدمت كتابي وقرأته وعلقت عليه بعض الملاحظات والاستدراكات، فأخذها وأوصلها إلى غورجيس، فأخذها غورجيس وتقبلها بقبول حسن، وأرسل لي الجزء الأول هدية. وعندما أصدر الجزء الثاني من هذا المعجم المرجع، قدم لي متفضلا متكرما الجزء الثاني، فقرأته على جاري عادتي ووافيته ببعض الملاحظات والاستدراكات. وكان الرجل يحب العلم ولا يجد غيرا من أن ينبهه حتى من هو أصغر منه علما وسنا. وقد جمع هذه الملاحظات التي كتبتها أنا وكتبها غير من الفاضلين، وأنزلها في الجزء الثالث على شكل استدراكات، مشيرا إلى فضل كل فاضل. يقول في الصفحة كذا من الجزء الفلاني: غير العبارة كذا كذا، نبهني إلى ذلك الأستاذ فلان. وقد ذكر قائمة لهؤلاء الذين أعانوه ونبهوه في الجزء الثالث من هذا الكتاب. هذه أخلاق ينظر أن تجدها بين
هناك من الباحثين من تنبهه إلى خطأ أو هفوة، وإذا به يعتبرها إهانة وحث. هذا الرجل لم يكن من هذا النوع على حلمه وفضله، لقد كان واسع الاطلاع طويل الباع في كل العلوم، أخذ المكتبة العراقية وأحضر من المؤلفات ما يحجز الأصبع والقوة في وضع بعض منها. فإنما أنا أذكر هذه الواقعة للحقيقة والتاريخ، وهي شهادة محاصر له، وهو رجل قد مضى إلى سبيل ربي ولم يبق منه إلا فضله وأدبه، وعذرا لهذا الاستقرار. لقد استثمر وقته فيما يفيد العلم والقلب، فقد كان بعيدا عن لغو الحديث وفاحش القول، لا جرم ان كانت تربطه بالعلماء والادباء اطيب العلاقات وابسط الموده. فيا ايها الغائب عن العين الحاضر في القلوب، ويا ايها الظاهر المقيم، ها نحن نحيي اتراك العطره فعذرا وصدقا لهذا التحقير في هذا الزمن المقصر الذي فاض فيه الغد والرياء وغاب الوفاء. واني واياك كما قال الشاعر ترك مدحيك كالهجاء لنفسي، وكثير المدي فيك قليل. قائمة بمؤلفاتي، ولكني لا أريد أن أثقل عليكم أكثر مما أثقلت، فأنا أنبئها بالمجلة أو أن تنشرها كما تشاء، وشكرا لكم.